بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم زكريا عبد العالي، مهندس برمجيات، وسنبدأ دورة جديدة في CSS. يعني كنت متردد في السابق لعمل دروس في CSS والHTML، لكن الآن بما أني مبرمج فول ستاك، يعني نسيت أمر الفرونت اند. يعني كنت مركز دائما على الباك اند، التعقيدات الموجودة في الباك اند، وميكرو سيرفيس، كيبرنيتيز، يعني أمور كبيرة جدا في الباك اند. لذلك يعني المبرمج فول ستاك ربما ينسى أمر الفرونت اند، لكن الفرونت اند مهم جدا كمبرمج فول ستاك، وأيضا الأمر مهم جدا لمبرمجين الفرونت اند. ربما يكون اختصاصك فرونت اند، وهذا يعني ضروري جدا أن تعرف تعمل تطبيقات HTML ويب، يعني بواسطة HTML CSS 3. إذا سنبدأ هذه الدورة، ستكون دورة عبارة عن ربما حلول لمشاكل، وليس دروس كلاسيكية. يعني لو بحثت في النت ستجد الكثير الكثير من الدروس عربية أو أجنبية في هذا الموضوع. إذا سنحاول التركيز على الأمور التطبيقية كالعادة. يعني عودتكم في القناة أن أركز الأمور يعني التطبيقية، الأمور التي لا تجدها بسهولة في الويب. لذلك إن شاء الله سنتكلم على الكثير من الأمور التي ربما تجد صعوبة في البحث عليها في السي اس اس، لكن لا، هذا يعني لا يمنع من يعني البداية من الصفر. سنبدأ من الصفر إن شاء الله في هذا الدروس الأولى، ثم نتطرق إلى الأمور المعقدة. نبدأ إن شاء الله، سننشئ مجلد. إذا سننشئ مجلد نسميه ماي ويب سايت. هذا المجلد فارق، سأنشئ فيه ملف HTML نسميه index.html كالعادة. سأفتح هذا المجلد بواسطة أداة من أدوات الكرياسون دي سيت ويب، يعني محررات مواقع الويب، من بينهم فيزيال ستوديو كود، فيزيال ستوديو، الكثير الكثير من الأدوات. أنا سأعمل، بما أني مبرمج دوت نت، سأستعمل ما أحسن العمل به، وهو فيزيال ستوديو. إذا سأفتح هذا الملف، وأفتح أيضا الواجهة. الواجهة هي عبارة عن ويب فورم. هذا هنا السورس، وهنا النتيجة. يعني كي نلاحظ كل تغيير نقوم به سنلاحظ النتيجة. سأعرض أيضا التول بوكس. هذه بعض الأدوات التي أدوات الHTML. اوكي، لكن انا لا افضل يعني السحب والوضع، بل نكتب الكود كمحترفين. لهذا سنتركها هنا ثم نبدا. اذا ساعمل باراجراف بي، هذا كود HTML لي يسمح لي بصنع رساله الو بورت، وكما تلاحظون النتيجه. اريد اضافه بعض الالوان على هذا الخط، على هذه الفراز، يعني هذه الجملة. أريد إضافة بعض الألوان، تغيير الحجم، تغيير يعني CSS. هذا هو CSS. إذا سنقوم بإضافة بعض ستايل. إذا نكتب ستايل، ثم نقوم بعمل فونت مثلا سايز. كلمة فونت سايز تسمح لي بإعطاء حجم مثلا 200 بكسل حجم لهذا النص. عمل سيف ويتغير النص. سأعمل 50. هكذا كبرت الخط. إذا أريد إضافة الكولر، دائما في ستايل، هنا في ستايل سأضع إذا نقطة فيرجول، ثم أعمل كولر ريد مثلا. لونت الخط، هذه الباراجراف باللون الأحمر. وهناك الكثير كثير من التعليمات، مثلا background color، سأضيف لون أيضا للخلفية. أوكي، كل هذا ستايل كما تلاحظون، كل هذه التعليمات هي تعليمات خاصة بالCSS، سنضعها في ملف آخر لخاص بالCSS، وكلها تنطبق لماذا على هذا السيلكتور اللي هو البي. هذا عبارة عن مكون HTML اللي هو paragraph. اوكي، نستطيع كتابة الكود مباشرة هكذا، يعني مزيج ما بين CSS والHTML وغير منصوح به إطلاقا.
ونستطيع أيضا وضعه في الآلة، أي نضيف أكواد الـ HTML عادي، يعني صفحة HTML، صفحة الـ HTML فيها header الذي فيه title، وأيضا فيها البودي. أوكي، سأنقل هذا إلى هنا. إذن هذه الباراجراف الخاص بي. وسأنقل كود ستايل هنا. إذن لكتابة ستايل في صفحة HTML نضيف باليز في الهيدر، عفوا. نضيف ستايل بهذه الكتابة. أوكي، ثم نحذف هذا ونحذف هذا ونغلق. إذا هذا ستايل لمن سأطبقه؟ لا يوجد ربط ما بين البي هنا وهذا ستايل. في السابق كان مكتوب هنا، إذا لا مشكل، يعني كتبت الكود هنا لا مشكل، لكن الآن هناك فصل لابد أن أحدد، لذلك سأضع أكولاد هذه أو كروشي وأقول له بي، يعني سيلكتور بي هو الذي ستطبق عليه هذا ستايل، وأعمل سيف هنا سيطبق. أوكي، سأنزل هنا الكود العادي، وعندما أحبط يعطيني التلوين والتغيير. الآن سأضيف ملف وهو المنصوح به، وأن نضيف ملفات خاصة بالCSS، سنسميه index.css. هذا الملف index.css سأنقل كل شيء هنا وأضعه في هذا الملف. سأحذف هذا لأن لست بحاجة إليه. الآن كيف أربط الملف HTML مع CSS؟ هناك تعليمة أيضا اسمها link. هذا اللينك أعطيه أشرف مسار الملف اللي هو CSS، وأقول له تيب ستيل شيت، ليس تيب، تعليمة رول ستيل شيت. أكيد يعني نسيت يعني ركزت على الباكند اللي طوال هذا العام، و يعني خلينا عن الفرونت اند. اوكي، اذا هنا ضفت الملف سي اس اس، اذا اوتوماتيكيا هذا البي سيجد انني غيرت كل البي هنا. اوكي، غيرت الحجم، غيرت اللون، غيرت الباك جراوند. اذا لو ضفت باراجراف اخرى، بي اخرى هنا، وقلت لها مثلا ايام سميها سكيرات، إذا كما تلاحظون أوتوماتيكيا سيطبق لها الألوان الموجودة هنا. وأنا لا أريد هذا، أريد يعني ستكون يعني لون آخر لهذا الشخص، يعني لهذه الباراجراف. أريد أشياء أخرى ليست الموجودة هنا. لذلك هناك عدة طرق للوصول إلى المكونات HTML أو نسميها سيلكتور، عن طريق يعني تحديد parent، أو عن طريق تغيير الاسم. مثلا هنا نضيف span، نغير، نضيف span ونغير span هذا، ونكتب هنا span نقول له هذا سيأخذ 20، واللون سندعه أسود، ولا يوجد background، بل التكس فونت سأعمل له بولد، إذن رايت بولد. كما تلاحظون بولد يعني خط كبير، والحجم هنا أو عاتم، والحجم هو 20. هذا في سبان. إذا استطعت الوصول عن طريق سيلكتور،
سيلكتور سواء كان بي و او سبان. هل نستطيع دمج الاثنين؟ نعم، في البي نستطيع وضع سبان. لكن هنا بي نقطة سبان. بالنقطة هكذا لا نستطيع الوصول لسبان. إذا كان هذا سبان هو عبارة عن اسم كلاس الذي المفروض أن نغير الاسم، نستطيع الوصول إليه، لكن لا نستطيع إلى سيلكتور عن طريق النقطة. لذلك سنكتب ماذا؟ مثل أكبر. يعني هذا يعني معناه سيلكتور الأول والذي يحتوي على سبان غير لونه أو غير السايز، غير هذا CSS. سنضيف color، color مثلا يلو. كي سنلاحظ ماذا غير. إذا كما تلاحظون الباراجراف هذا اللون أخذت ستايل الأول اللي هو بي، ووصلنا إلى السبان عن طريق ماذا؟ قلنا له سبان الموجود في الباراجراف. عندما تجد سبان موجود في الباراجراف غيره إلى شكل هذا. إذا كان عندي سبان آخر هنا هل سيغيره؟ لا، ستبقى باللون العادي. لماذا؟ لأننا قلنا له ماذا؟ غير أو خذ ستايل الموجود هنا، كل الأنماط هذه اللي صرحت بها هنا تكون لمن؟ لسبان الموجود في الأب، يكون له بي. إذن هكذا تعريف أب من سيلكتور إلى سيلكتور آخر. سبان الموجود في البي غير لونه إلى هذا. أوكي، هذا الوصول عن طريق سيلكتور. هناك طريقة أخرى للوصول إلى المكونات الأشياء مال، هي عن طريق كلاس. عندما تكون عندي كلاس أو ايدي، سنبدأ بالكلاس. عندي مثلا كلاس نسميها بير باراجراف، وهذا نسميه كلاس اس بي. نستطيع الوصول الى الكلاس عن طريق نقطة. اوكي، هذا عن طريق الوصول للأبناء يعني، وهذا للوصول إلى الكلاس. إذن قلنا PR هكذا، والسبان لا داعي الآن إلى الأب، مباشرة SP، ولا ننسى النقطة. إذن لم نعطيه نقطة، سنلاحظ إذا حذفنا هذه النقطة ماذا سيعطيني نتيجة؟ لا شيء. إذن سأعمل الصفحة هنا يكون بما أن CSS الآن نضغط بالزر الأيمن نعمل Inspector، Inspect الأوبجي ولا Inspect الصفحة، ونجد مكونات الأشيمال وهنا نجد CSS. أوكي، نحدد نجد أنه مربوط ب، نعمل ريفرش. لا يوجد ربط ولا ربط. اذا ساذهب الى هنا واغير واضع البي نقطه، او نذهب الى سي اس اس. نعمل ريفرش، وكما تلاحظون اعطاني بي ار، هذه الـ PR وهذه span SP، وهذا span الثاني ليس عنده class، ليس له class. أرجع إلى الكود، إذا ليس هذا الـ span الثاني ليس له class. إذا تعلمنا اليوم كيفية نصول بواسطة class أو بواسطة selector مباشرة باسم الـ object HTML أو العنصر HTML. مجرد الاسم يكفي، مجرد
نعطيه ايضا كلاس ونستطيع الوصول اليه عن طريق اي دي. اذا عندي اي دي، اي دي نسميه مثلا بي ان، وهذا اي دي نسميه اس بي ان. هذا الاي دي مثلا اعطينا له اي دي، كيف نحذف الكلاس؟ لا لسنا بحاجه. اذا كان عندي اي دي هم المفروض يعني الاثنين، الاي دي للوصول اليه برمجيا والكلاس للوصول اليه عن طريق سي اس اس، يعني من الاحسن هكذا. لكن بعض الاحيان يلتزم علينا استعمال الاي دي للوصول اليه اذا كانت ديناميكيه الامور. اذا كيف نصل الى سميناه بي ان باراجراف بي ار؟ اوكي، نصل الوصول اليه ليس بالنقطه، ليس بالذهاب الى الابن، بل نقول له دياز، دياز بي ار ان، وايضا دياز اس بي ان، وهكذا سيأخذ سي اس اس. اذا لم نعمل دياز، نعمل سيف، لا يتغير شيء. اذا الوصول الى المكونات او عناصر الاتش تي ام ال عن طريق الاي دي، نعمل ماذا؟ دياز، وهكذا تحصلنا على النتيجه. اوكي، اذا لو اضفت هذا ايضا اعطيت له اي دي اس بي دو، ساذهب الى سي اس اس واقول هذا، اقول له اس بي دو سيكون 10، سيكون اللون بلو، واذهب الى الاتش تي ام ال اجد انه حجم 10 واللون بلو. الخلاصة في هذا الدرس هو ماذا؟ اننا تعلمنا كيف نعمل ستيل سي اس اس، والوصول الى العناصر الاتش تي ام ال لتغييرها برمجيا عن طريق يعني ملف سي اس اس، بواسطة اسم الاي دي، بواسطة سيلكتور اسم الاوبجكت، وبواسطة كلاس. الى درس قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.